السلام عليكم. في هذا الفيديو القصير سوف نتعرف طريقة بناء ويب بيج سريعة في هذا الموقع. أول شيء عشان نوصل حق الشاشة هذه نكتب sites.google.com/a/dr- اللي هي minus مطوع.net. طيب نضغط انتر راح يبنى إلى هذا الموقع. بعدين نكتب جروب 7 والباسورد مثل ما دزينا لكم اياها. اعتقد السنه هذه كانت دي بروجكتس بروجكتس بعدين 2012. زين بعدين الدخول انا راح اضغط على ال اوكي انا راح اسوي لكم هذه ار اي اس اس اي بي يو ال طيب كلكم راح تطلع لكم الشاشه اللي موجوده في الموقع الان امامنا. الخطوه اللي قبلها انا سويتها ما تحتاجون تسوونها بعدي. انزين فايش راح اسوي؟ راح اول شيء انشا طبعا راح موقع طبعا هاي تسوونها مره واحده بس انشاء. فانا راح اضغط انشاء نموذج فارغ او استعرض. طبعا احنا ودنا يكون عندنا من تمبلت. ففي تمبلتس وايد حلوه انصحكم ان تتصفحونها كلها قبل لا تختارون ويكون يعني اعضاء الفريق موجودين معانا. مثلا هني اشياء مميزه في تعاون اعمال في يعني كلها تمبلتس جاهزه. إذا اخترت مثلا واحدة منهم Professional Template مثلا إذا ضغط عليها راح تطلع لي بالشكل هذا. طبعا راح أنا أشيل يعطيني بس الخلفية أنا أقدر أشيلها أو أنا أبدأها من Template فارغة. إذا وافقت عليها أقدر أحددها أو إذا مو عاجبني أقدر أرجع وأسوي نموذج فارغ. فأنا بخليها على النموذج الفارغ. بعدين تسمية الموقع على الويب راح يكون هي الاسم باللغة الإنجليزية اللي هو نفس اسم المشروع مالكم. يعني إذا مشروعي كان اسمه project راح أحط أنا هني اسم البروجكت مثل my project whatever. تحديد المظهر انا اذا ما اخترت هني التمبلت راح اختار احد الخلفيات الموجوده هني. خلينا نفرض خذيت هذه الخلفيه وبعد تحديد الخلفيه لازم اضغط على خيارات اخرى الفئات وبعدين وصف الموقع الفئه مثلا هذا بروجكت ونكتب هنا الوصف بروجكت فول 2011 جميع في الشبكة. لا نبي السماح هذا السماح ايضا للجميع عبر العالم ان يتصفحونه. هذه مهم تضغطونها حتى نقدر نشوف المشروع مالكم. بعد ما اتاكد اني سويت الخطوات هذه اول شيء هني هذا اسم المشروع مالكم هذا نفسه راح ينكتب هني. فاقدر سايت اقدر ادش بشكل مباشر sites.google.com/a/projects راح يكون هذا اسم السايت. لازم ما في مسافات هني. هذا اسم المشروع راح يكون ونختار خلفيه. وبعدين اخر شيء تحت هذه ضروري ان نحط هنا الفئه التاجز بروجكت وهنا الوصف راح يكون بروجكت فول 2011. هذه ضروري تحطونها. بعد ما نخلص هذا كله نضغط انشاء هذه مره ثانيه. بعدها راح يسوي لي الموقع مثل ما هو امامنا الان نفس التصميم اللي انا اخترته. نشوفها فاضي طبعا فارغ. هذا نضغط على تحرير الشريط الجانبي. مجرد ما اضغط عليه اقدر اضيف صفحات جديده اقدر اضيف
كل الأشياء طبعا بالعربي أو بالإنجليزي. أنا أفضل أن الانترفيس تحولونه إنجليزي راح يكون أسهل لكم. هني هذه الصفحات، المرفقات، التنسيق. طبعا في بال أنا أرفقت لكم باوربوينت في شرح كل التفاصيل الموجودة هني. زين، احنا ممكن نضيف طبعا هذه الخريطة الموقع إلى صفحة جديدة بالنسبة حق المرفقات. هذه كلها أشياء أنا أقدر سواء أضيف طبعا التنسيق الموقع، التنسيق العام، هذا المحتوى ممكن أنا أعدل فيه، أغير في الرأس وفي الذيل. عندنا مثلا الألوان والخطوط، المظهر العام، هاي كل الأشياء العام. إذا ضغطت على عام أقدر أنا أعدل في الأشياء، مثلا اسم الموقع أغير فيه، لغة العرض من هنا أقدر أغيرها أخليها إنجليزية. قاعد أدور الإنجليش ABC إنجليش UK أو US حفظ. الحين راح تقلب كل شيء إلى الواجهة الإنجليزية. تلاحظون صارت بالجهة هذه، الحين صار كل شيء بالإنجليزي. Edit sidebar، هذا اللي يتحكم في كل شيء من هنا. Edit، إذا ضغط عليه أستطيع أن أتحكم في المرفقات. إذا سويت حفظ راح يرجعني مرة ثانية هناك. إضافة صفحات أو تعديل الصفحة سهل جدا، ممكن من خلال طبعا هذه المعاينة. شوف شكل الصفحة راح تكون بالشكل هذا. لتحديث الصفحة الحالية أضغط على تعديل الصفحة، هذه إدت، أو هذه صفحة جديدة أبي أضغط صفحة جديدة أضيفها على الصفحة الحالية. أو هني عندنا المزيد من الأشياء، ممكن نضغط عليها ونجرب الأشياء اللي ممكن أنا أضيفها. خلنا نفرض نبي صفحة جديدة، إذا ضغط عليها يعطيني خيارات أنواع الصفحات اللي أنا ممكن أضيفها. طبعا اسمها مثلا خلنا نفرض أنه فايلز، ملفات مالت المشروع مثلا، أقدر أضعها في علوي أو تحت وضع، يعني تحت الفايلز هاي تكون وضع الصفحة ضمن صفحة الرئيسة من داخلها مثلا. أقول إنشاء، طبعا أنصحكم تدشون على التمبلتس وتشوفون شو الأشياء اللي داخلها. شوف هني صار عندنا أقدر أسوي إدت، أضيف كلام، طبعا إذا ممكن تحطون قائمة أو قائمتين، ممكن تضيفون صور، كل الأشياء هذه متاحة لكم. تستطيعون أن تشوفون الباوربوينت برزنتيشن وتعلمون على الطريقة اللي ممكن أنا أضيف فيها من ناحية سواء تنسيق، من ناحية إدراج إذا تبون إدراج صورة، أحط الـ URL مالها أو أسوي لها تحميل من هنا، فراح يضيفها على طول في المكان اللي أنا أحدده. أقدر أحط جدول، أقدر أسوي تخطيط للصفحة إذا كنت أبي أخططها مثلا عمودين، راح تصير بالشكل هذا، فصارت عمودين. أقدر أحط هني صورة مثلا وأنسقها، وهني مثلا الكلام. طبعا التخطيط في أكثر من طريقة، مثلا شريط جانبي أيمن، شريط، هاي كل أشياء أترك لكم مجال في تنسيقها ووضعها بطريقة مناسبة. خلصت سويت حفظ مثلا، أرجع على الصفحة الرئيسة. خلاحظ مثلا إذا حبينا نسوي تعديل حق الصفحة هذه، أضغط تعديل ونفس الشيء أقدر أشيل الصفحة الرئيسة وأكتب مثلا main page، وأقدر أكتب هني هلو مجر. وإذا انتهيت أضغط على حفظ، يتم حفظها بالشكل هذا. فنلاحظ في عندنا فايلز تحتها،
ومين بيج موجودة هني. تلاحظون أنه دائما يضيف هو عندي الاتاتشمنت، استطيع اسوي اتاتشمنت او اليوزر اللي يعني الزائر يستطيع ان يضع كومنتس حقي، اد كومنتس. هذه اشياء اقدر ازيلها واتركها حسب اعدادات الصفحه من سلايد بار الموجوده هنا. اقدر اتحكم انا في الصفحات وفي العناصر المتاحه.